من الجانب البريطاني نذهب معكم إلى العلاقات التركية الألمانية، حيث انتقدت ألمانيا أوضاع الحريات في تركيا، وذلك على خلفية رفض اعتماد صحفيين ألمان لدى أنقرة. واعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم تمكن مراسلين ألمانيين من تأدية العمل بحرية في تركيا هو أمر غير مقبول. بدورهم اتهم صحفيون ألمان الحكومة التركية بمحاولة إسكات الإعلام الدولي. هذا من جانب. اقتصاديا، في تركيا كشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة وصلت إلى 2.7%، كما كشفت البيانات عن فقدان 30% من قيمة العملة التركية العام الماضي. دعونا نستقبل هاتفيا الآن معكم مشاهدينا الكرام الأستاذ كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات. يا أستاذ كرم، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ أيه. دعني أبدأ معك بالحديث عن العلاقات الألمانية التركية وانتقاد ألمانيا لتركيا والتعامل مع الصحفيين الألمان في أراضيها. يعني هذا الانتقاد ربما يكون له تداعيات بشكل أو بآخر سلبية على تركيا من الجانب الألماني؟ الحقيقة أن التوتر الحادث في العلاقات التركية الألمانية لم يكن هو الأول من نوعه. هذا التوتر جاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية التركي وحديثه عن اعتقال أي كائن من كان يشارك في انتقاد تركيا سواء في الداخل أو في الخارج، بل هدد بشكل مباشر أي من مواطن ألماني يشارك في تظاهرات ضد تركيا باعتقاله حال وصوله إلى المطارات التركية. لكن المسألة تتخطى هذا الأمر. العلاقات التركية الألمانية علاقات معقدة منذ وقت، وتحديدا منذ الاستفتاء الذي جرى على تحويل البلاد لجهة النظام الرئاسي في إبريل 2017، ومنع ألمانيا من قامة تظاهرات دعائية واحتفالات دعائية لمصلحة هذه التعديلات، وما تلا ذلك من اتهام أردوغان للقيادة الألمانية بأنها تمارس سياسات نازية وسياسات تعود إلى عهد هتلر. هذا التوتر زاد مع الدعم الذي قدمته ألمانيا للأكراد ومنظمة حزب العمال الكردستاني التي تتهمه تركيا حزب إرهابي. هناك وجود كردي واسع في ألمانيا. ألمانيا تسمح في عدد كبير من الولايات للأكراد بالتظاهر ضد تركيا وضد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الأكراد في جنوب شرق البلاد. الأمر الثالث مرتبط باتهام ألمانيا للدعاء الأتراك ولائمة الأتراك بالتجسس على المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا. يعني هذا الاتهام دفع ألمانيا إلى ترحيل عدد من لائمة الأتراك المقيمين على الأراضي الألمانية. هذا الاتهام وهذا التورط انكشف أيضا في النمسا وبعض البلدان الأوروبية، وقامت قائمة شديدة بفعل هذا الأمر. هناك اتهامات شديدة للاتحاد الإسلامي التركي الذي يشرف على أكثر من 900 مسجد في أوروبا بالتجسس على المواطنين الأتراك المقيمين في الدول الأوروبية. الحقيقة أن كل هذا بينتقص من صورة تركيا في الاتحاد الأوروبي وبيؤدي إلى تراجع فرص تركيا للحاق بالعائلة الأوروبية. رأينا قبل أسبوعين قرار لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي والتوصية التي تبدو أنها ستكون ملزمة للبرلمان بعدم دخول تركيا للاتحاد الأوروبي. رأينا في يناير الماضي مع عشية اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رجب طيب أردوغان برفض شديد للحاق تركيا بالاتحاد الاوروبي، واوصت فرنسا ومع المانيا بشراكه استراتيجيه موسعه مع تركيا بدلا من العضويه. المحكمه الاوروبيه وجهت انتقادات شديده السياسات المتعلقه بالحريات وحقوق الانسان، خاصه بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وما تلا ذلك من اجراءات استثنائيه تم على اثر احتقال مئات الالاف وعزل الالاف من وظائفهم وعزل واقصاء نحو 20,000 من العسكريين بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله وجولان التي اتهمت تركيا بالتورط في هذا الانقلاب. إذن نحن أمام مفترق طرق في تركيا. تركيا لم تعد كما كانت النموذج المبشر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الاقتصاد له علاقة أيضا أستاذ كرم، أليس كذلك؟ يعني انكماش الاقتصاد التركي له دلالة وربط بكل ما تتحدث فيه الآن. الاقتصاد
الاقتصاد التركي في الحقيقه تتعرض لعثره شديده عشيه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحده الامريكيه في اغسطس الماضي على تركيا على خلفيه القس الامريكي اندرو برونسون، وزادت هذه العقوبات اليوم بعد قرار الولايات المتحده الامريكيه قبل 3 أيام بالغاء نظام الافضليات التجاريه التي كانت تمنحه الى بعض الدول من ضمنها تركيا والهند. تركيا كان مسموح لها بتصدير سلع تقدر ب 1.7 مليار دولار، اليوم هذا التعامل وهذه الافضليه تم سحبها من تركيا، واصبحت تركيا ملزمه بدفع ضرائب تقدر ب 63 مليون دولار سنويا، اضافه الى العقوبات الامريكيه على بعض القطاعات الاقتصاديه التركيه، اضافه الى حاله التوتر التي تشهد البلدين بفعل لجوء تركيا الى منظومه اس 400 واصرارها على استلام الدفعه الاولى في يوليو المقبل، اضافه الى مساله استضافه الولايات المتحده الامريكيه لفتح الله جولن والدعم الامريكي للاكراد في سوريا وعوده الولايات المتحده الامريكيه عن قرارها بشان الانسحاب من جنوب شرق سوريا. استاذ كرم سعيد الخبير في الشؤون التركيه بمركز الاهرام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات.